إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، فإن الله تبارك وتعالى من علينا بنعمة الإسلام، وجعل في هذا الدين أخلاقاً عظيمة حثنا عليها. وإننا في كل مرة نتناول خلقاً من هذه الأخلاق التي أشار الله تعالى إليها في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وكلامنا في هذا اليوم هو عن خلق التغافل أو التغابي أو التعامي أو التغاضي أو قل ما شئت من ذلك. أن الإنسان إذا أراد أن يعيش في هذه الدنيا وأراد أن تحسن نفسه، أن لا يتأذى في نفسه، وأن تحسن أخلاقه مع إخوانه، فلا بد له من التغافل والتغاضي. والله تبارك وتعالى نص على ذلك صراحة في القرآن الكريم، فقال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وأعرض عن الجاهلين، فالله تبارك وتعالى لا يأمرنا إلا بأحسن الأخلاق. ولما ذكر العلماء هذه الآية ذكروا بأن التغافل هي من أخلاق الملوك، يعني الإنسان إذا أراد أن يكون ملكاً في أخلاقه فلا بد له أن يستعمل هذا الخلق مع الناس، وهو خلق التغافل. وأن الإنسان إذا لم يكن متغافلاً نزل في أخلاقه إلى سوقة الناس. وهذا لما جعله العلماء من أخلاق الملوك ذكروا على ذلك أمثلة كثيرة جداً تجدونها مبثوثة في كتب المؤرخين. معاوية رضي الله عنه يغضي عن رجل أخذ صرة من مال ثم مسكه الحرس فقال: قد أهديناها له، لأنه يعرف أن هذا الإنسان ما مد يده إلا لأنه ذو حاجة. قالوا بأن أخلاق آل ساسان وهم ملوك الفرس كانت على ذلك. لما ذكروا عن بعضهم أن بهرام أحد ملوكهم كان له فرس عليه لجام من ذهب، هذا اللجام السلسلة فيها من ذهب. فجاء هذا بهرام وكان قد ندى عن جيشه أو حرسه وأراد أن يقضي حاجة، فلقيه بعض الأعراب أو بعض الناس، قال له: خذ ناقتي هذه أو خذ فرسي هذا فأمسكه علي ريثما أقضي حاجة. فذهب يقضي حاجته، وهذا الرجل فقير جدا مسكين لا يجد ما يأكله، فإذا به يجد هذا اللجام من ذهب أو هذه السلسلة من ذهب، فقام يقطعها من غير أن يريه، يريد أن يقطع منها واحدة أو اثنتين يبيعها فيما بعد حتى يطعم أطفاله. قال: فجعل ذلك الرجل يتغاضى عنه كأنه لا يراه، وأطال بعد ذلك التخلي حتى قضى ذلك الرجل حاجته من الأخذ. ثم بعد ذلك
قال له علي بالفرس آتني بفرسي لأنه قد جاءني رماد في عيني أو تراب في عيني ما أكاد أبصر. يريد يكذب عليه، يريد يقول له أنه أنا ما رأيتك ما تفعل. فأتاه بفرسه، والأعرابي هذا خائف لأنه هذا يعني ملك من ملوكهم. فقال له هذا الأعرابي، قال لعلك تأخذني إلى دياري فهذا موطن أول مرة وطئته قدماي، أول مرة بنزل في هذا المكان حتى ما يرجع أو يرسل إليه شيئا من حرسه حتى يعاقبه، يخاف على نفسه ذلك الرجل. فأجابه بهرام فقال وأنا لا أعرف الرجوع إلى هذا الموطن، وتركه ومشى. فكان هذا من أخلاق ملوك آل ساسان. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الرسل وسيد البشر وسيد من علم الأخلاق، لما احتالت بعض زوجاته عليه قص الله تعالى علينا طرفا من ذلك في الكتاب الحكيم. عائشة رضي الله عنها ترى النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إلى بيت إحدى زوجاته، في رواية أنها زينب وفي رواية أنها حفصة، يدخل إلى بيت إحدى زوجاته فيمكث عندها أطول من غيرها، كان يدور على كل زوجاته بعد العصر، كل واحد يجلس عندها عشر دقائق عشر دقائق، لكنه دخل كان يطيل المكث عند حفصة وفي رواية عند زينب. فسألت عن ذلك فقيل لها بأنه قد أهدي لها يعني شيء من عسل، وإن النبي صلى الله عليه وسلم يحب العسل، فلذلك لما كان يمكث عندها تقدم إليه العسل فإذا به يطيل المكث. فاحتالت عليه عائشة رضي الله عنها فقالت اتفقت مع سودة بنت زمعة رضي الله عنهم وأرضاهم، قالت لها إذا دخل عليك النبي صلى الله عليه وسلم فأول ما يقدم عليك تقولي له شربت شيئا، فيقول شربت عسلا، أو تقول له شربت مغافير. المغافير هو صمغ حلو، صمغ حلو لكن رائحته منتنة، فتقول له شربت مغافير فإنه سيجيبك شربت عسلا. فقولي له جرست نحله العرفط، النحل هذه ما أخذت ما أخذت العسل من الزهور، إنما أخذته من نبات العرفط الذي يخرج هذه المغافير. النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت له رائحته هناك رائحة كريهة يؤذيه ذلك. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على سودة كانت من تقول لعائشة أول ما دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم كدت أن أسأله سؤالك ذلك من فرقي منك، يعني أول ما دخل من الباب لا يزال بعيدا عنها ما شمت منه رائحة، كادت أن تسأله هذا السؤال من شدة خوفها من عائشة حتى لا تنسى. بعدين عائشة رضي الله عنها تعمل مشكلة. فلما قدم وجلس إليها النبي صلى الله عليه وسلم سألته ذلك شربت مغافير؟ قال بل شربت عسلا. قال إذا قالت جرست نحله العرفط، يعني في رائحة كريمة ما تريد منه أن يشرب العسل مرة أخرى من عند حفصة. فلما ذهب إلى عائشة وسمع منها مثل ذلك السؤال حلف يمينا ألا يشرب العسل. فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك. ثم قال الله تعالى بعد ذلك وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. عرف بعضه وأعرض عن بعض. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفاتش في حياته الزوجية، ما يضع عائشة أمامه أو إحدى زوجاته فيقول لها فعلت كيت وكيت وكيت وكيت، يعدد عليها أخطاءها. عرف بعضه وأعرض عن بعض. بعض العلماء يقول أعرض عن الكثير وعرف اليسير الذي يتعلق بالأمور الشرعية، وما تكلم بالكثير. لذلك كان هذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه دل عليه الناس ودل عليه الأزواج. الزوج لما يأتي إلى زوجته وأفلمت ما يقولوا على ذئر، تأخرت في الغداء، ما أصلحت موضوع الأولاد، ما فعلت كذا، تأخرت في كذا، استيقظت متأخرة، هذا التفتيش
غالبا ما يؤدي إلى الطلاق، وغالبا ما يؤدي إلى إحداث المشاكل بين الزوجين. تقول الزوجة: ما أستطيع العيش مع رجل بهذه القسوة أو بهذه التفتيش أو بهذا التفتيش. فلذلك التغاضي، كان العلماء يقولون بأن العافية 10 أجزاء، 9 منها في التغافل. العافية يعني عافية البدن وعافية الإنسان في مجتمعه وبين الناس 10 أجزاء، 9 منها في التغافل، لأنه إذا تغافل عن زوجته نسي ونسيت ينبه فيما بعد بتنبيه لطيف وجميل، وإذا أرادت أن تجادله أجل الجدال إلى أن تهدأ النفوس، وإذا أرادت أن تخاصمه هدأها. وهذه من أخلاق الكرام. العافية 10 أجزاء، 9 منها في التغافل. ذلك بعض الناس دخل السجن بجريمة ما يريد أن يفعلها، ذهبت عليه عافيته لأنه ما تغافل، كان مع رفقاته. هذه قصة رويت وهي موجودة، يعني فعلوا معه مقابلة، قال: ما لي علاقة في شيء، وكان صديقي له مشكلة مع رجل آخر ما أعرفه أبدا، أول مرة أراه، وجاء هذا الرجل يريد أن يعتدي على صديقي وأنا ما أعرف المشكلة، فدافعت عن صديقي وكان بيدي أو في جيبي كان سكين صغير جدا بهذا الحجم، طعنت به ذلك الرجل وهربنا. فإذا بالجنائية بعد ذلك تأتيني وتقتادني إلى الحبس، فحبسوني 20 عاما، قالوا لأن هذا الرجل قد مات بهذه الطعنة الصغيرة التي ما أراد منها إلا أن يعلم عليه كما يقال. العافية 10 أجزاء، 9 منها في التغافل. تغافل أنت وصديقك عن ذلك الرجل وامشي، وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا إخواني في الله، هذا ليس عيبا وليس نقصا في الخلق وليس دناءة في النفس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كرم غيظا ولو شاء أن ينفذه أنفذه، بعثه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخير من الحور أيها شاء. يقول، يقال له هذه الحور العين، اختر أجملها وأحبها إليه لأنه كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه. في بعض الروايات: ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة، يعني أرضاه الله تعالى رضا يملأ قلبه، ما يريد بعد ذلك شيء. من كظم غيظا، عباد الله، هذه بعض الناس يظنها ضعف، وأنت لو عشت مع وزير أو كذا ترى أن من أخلاقه فعلا أنه يعرض عن الناس. كلمه رجل بكلمة لا يلتفت إليه، يمشي مباشرة ذات اليمين أو ذات الشمال، لأنها من الأخلاق التي يتواصى عليها الملوك. أنت بحياتك رأيت ملك أو أمير ينزل مع العامة يتعارك معهم في الشارع؟ بحياتك رأيت رجلا وشيخا عالما كبيرا ينزل إلى الشوارع ويتضارب مع الناس؟ قالوا: لأن هذا من أخلاق الملوك. كذلك الأمر إذا أراد الإنسان أن يحلو له صديقه، قال: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تبقى الذي لا تعاتبه. فعش واحدا، إذا بدك تعاتب الناس كلها ما حتلاقي حدا ما تعاتبه، فعش واحدا، روح عيش لحالك في مزرعة بعيدة جدا. قال: فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارب ذنب مرة ومجانبه، إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الله تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ما أعلم آية في المصحف تدلل على أن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تأخذ حقك بيدك ممن ظلمك لكن تذهب به إلى القاضي.
إلى القاضي فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، والمثلية هذه يحكم بها القاضي ولا يحكم بها الناس، لأن الإنسان في الغالب إذا أراد أن يقتص لنفسه زاد عن الحد، ضرب مرة فإذا به ينزل به عشر ضربات. لكن الله تبارك وتعالى دائما ما يأمر بالخلق الأمثل، يريد منا جميعا من جميع المسلمين، يريد منا أن نكون ملوكا على وجه هذه الأرض، كل واحد منا يكون ملكا. عباد الرحمن أو عباد الله، أنتم في بلادكم رقم، أنا في بلدي اسمي عمران، لو أخطأت يقال أخطأ عمران، لكن كلنا في بلاد الغرب، في بلاد غير المسلمين، كل واحد منا قرآن. لو أن رجلا أخطأ في هذا البلد لا يقال أخطأ عمران، إنما يقال أخطأ القرآن أو أخطأ الإسلام. شوف الإسلام إيش يأمر، شوف الإسلام إيش يسوي. لذلك الإنسان لا بد إذا أراد أن يكون في بلد يذكر الله تعالى فيه بسوء، لا بد أن يكون محضر خير كما يقال. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. بعض الناس للأسف فتنة للذين آمنوا وللذين كفروا. لذلك الأمر هذا موضوع حساس خصوصا في هذا البلاد. قال: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي الذي يتغابى ويمشي. سمع كلمة ذات اليمين، سب ذات اليمين، سب ذات الشمال، واحد زمر له بالطريق، واحد رمى عليه كلمة، امشي وكأن شيئا ما حدث. وما الذي حدث لك؟ لماذا تقف لذلك الإنسان؟ وإذا وقفت له ربما دخلت في مشكلة أكبر من ذلك بكثير. عمر بن عبد العزيز مشى في مسجد في ليلة ظلماء فداس على قدم رجل نائم في ذلك المسجد أو نائم في ذلك المسجد. قال له ذلك الرجل: أنت حمار؟ قال: لا بل عمر. ومشى وكاد بعض الحرس أن يفتك بهذا الرجل. قال: اتركوه، سألني فأجبته. هذه أخلاق الملوك، سألني فأجبته. ولا بد للمسلم في مثل هذه البلاد أن يتحلى بأخلاق الملوك حتى يعرف الناس قيمة الإسلام، وحتى لا يؤتى الإسلام من قبلك ولا من قبلي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مفاتيح للخير مغالق للشر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا يا رب العالمين. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، اللهم دلنا على عمل يقربنا إليك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اختم لنا بالصالحات أعمالنا يا رب العالمين. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.